السلامة، مرحبا بكم في قناتي، بيانفوني سو ما شين. ان شاء الله يا ربي تكونوا كامل بخير. كما كنتم تشوفوا اليوم جيت نودكم بوصفة البيستاشيو. هذا اول مرة على اليوتيوب تشوفوه، ولا تاخذوا تسميوه كيك عاد بلي بيستاش ان فري ديليس. ان شاء الله يا ربي الوصفة تعجبكم، واذا عجبتكم ما تنسونيش بيان سور دي لايك اي دي كومونتير. سي فوزيت با ابوني ابوني فوا نوتر شين، ايا تبعوني الكوزينة. الوغ نبداو الوصفه تاعنا. كما تشوفوا عندنا لي زانغغيديون تاعنا، عندي هنا 150 غرام زبده طريه، 150 غرام بور غامولي ولا موس، تادير تمبيراتور امبيونت في درجه حراره المطبخ نتاعنا. عندي هنا عدمه نسحق معاها 100 غرام بيستاش كونكاسي، 100 غرام بيستاش كونكاسي مكسر خشين، نسحق معاها ثاني 5 غرامات تاع لا لوفور غير شويه، اون بانسي ولا اون فا دير لا موتي تاع لو ساك هذاك تاع الساشي. نسحق معاها 100 غرام سكر غلاس، 100 غرام سكر غلاس، نسحق معاها ثاني 100 غرام تاع بودره دو بيستاش، 100 غرام بودره تاع البيستاش ما مكس ملحي فريمون فان تري فان. تالي عندنا بين 200 و 250 غرام بيان سور. دوك نجيب اون بانسي تاع سيل. ها هي القرصه تاعنا تاع الملح، نديرها هنا. دوك انا حنا غنبغي باطخ لو بوغ تاعنا مع لو سكر غلاس اون بوماج داكوغ. بون نهضرو اوسي، نتوما لا محبيتوش ديرو بيستاش ولا ما عندكمش ولا جاكم غالي، بدلوه باللوز، يا اوكان بروبليم، مي سي با لو ميم بو اي و سي با لو ميم نوم بيان سور. داكوغ، باش نتفق على هذا نبدا انا بشويه نخدم الزبدة تاعي. نزيدو لوف تاعنا، كي تحب تخدم بيدها تخدم، ماشي لازم عليكم باتور. انا برك جاتني اليوم ديال الباتور، كيف كيف نخلطو حتى تدخل لنا كلش مع بعضها. دوكا نجيو نزيدو بودغ تاع بيستاش، لا بودغ قلتلكم، لا حبيتو ديرو لوز ديرو، باغ اكزومبل ديرو 100 لوز وديرو 100 كونكاسي تاع البيستاش، ماشي حاجه، شوها شويه، ما ديروش في المول الكبير، بس كاين هي لا غيسيت اللي في واحد المول، خيرو واحد صغيور، خلطو هكذا، باش نخلطو كشفا بعضها، نزيد نزيد الكونكاسي تاعي، نزيدو لا ليفور، أنا والكوشة. شوفوا هي كي تخدموها، شوفوا تولي كوم اون كريم. دونك نبداو نزيدو الفرينه، وهذه حطوا مليح في بالكم تخدموهاش توت سويت، حطوها في فريجيدار باش ما تقدروش تخدموا بها هكذا حتى تبدا تلمرح. انا نبدا نصب الفرينه بشويه تولي العجينه، ما تجينا لا خشينه لا خفيفه. وديروا مليح في بالكم، ونعطيكم معلومه انه اي كاطو باغ اكزومبل يطيب تاع السيليكون ما لازمش تكون عجينته خشينه يابسه، لازم يجي ليجيرمون جاري باسكو يشرب الوسمو، يسمى يطيب لكم يابس، ما يفو ميو تكون لاباط شويه بيان سور جاري. هاني انا ندخل هكذا بشويه حتى تجيني عجينه اللي نقدر نخدم بها، كوني مانيابل، ماشي تروحو تدفقو كاع الفرينه وتقولوا واه جاتني يابسه و نو. هاني نصب في انا مالكي على بالي شحال راح يدخل لي، بصح معليش نصب شويه ليكم انتوما ومعلومه كنا رانا نستفادو. وبلاكش ماما انا على بالي تظهر هذه الخطا، لا فارين هذه فيها بزاف ليميديتي ما تشربليش ولا تشرب سا ديبا. بون شوفوا عجينتي هاي لميتها تقعد طريه، شافك كيفاش هي طريه تقعد تقطع، نحطها في فريجيدير الزبده تحكم روحها تشرب، ومن بعد باش نقدروا نخدموا بها. داكوغ، هذا مكان انا جبت الساكون بلاستيك، شوفوا راني كتبت فيه تيكيت، كتبت نوع الكاطو باسكو كيما نوجد نحط في الفريجيدير باش نعرف واش من كاطو ما يتلفونيش. هاكا خليها تريح ومن بعد نجيو نخدموها مع بعضنا. ا توت ا لور. بون جينا باش نكملو لافارس، شوف ايبست عجينتنا. دوك انا عندي لي مول هادو تحبو، هي لا غوسيت في هذا، بصح هذا كبير فريمون كبير الحبه، ولا تحبوا ديروا في هذا. انا جو فيغ بون ندير لكم حبات في هذه وندير الاخرين كاع هنايا، حنوزن لهم
اون غادي 30 غرام باش تجينا الحبه شابه هكا طريوها بين يديكم باش نقدروا 30 نزيدو واحده اخرى صافي نطريو شويه هادي 22 فهمت الوغ عندكم زوج طرق تحبوا ديروا هكذا دوروا يا با بروبليم ولا تحبوا تفرشوا ديغيكت انا نحب نفرش ديغيكت باسكو كي ديروا الحبه هكذا كاين ان كوتي يجيكم نازل الوغ جو بريفير جو في مون رون نسي ندير ان ترو هكذا في الوسط ونحط ونفرش كيما حبيتوا ديروا كوم فولي المهم يجينا متقوب هنا هذا مكان سي نسقمو مليح باش يجينا كاع اونيفورم الحبه هكذا ولا كيما قلتلكم ديروا هكذا باش نلبسوها كومبلي هكذا ونسقمو بيان سور حبتنا انا غنكملهم ونوليكم شوفوا هنا واش تكملت الحبات حطوهم في الفوخ 170 بور 15 مينوت عسوهم باش ما يحمروش وما يبسوش ثاني يقعدوا لنا طريين اتكالور الوغ جينا نكملوا مع بعضنا تاع الكاطو اللي درناه تاع لي بيستاج انا نسيت هنا شوفوا دوبت دو شوكولا بلون دو بريفيرونس ندير حاجه بنينه انا حبيت بون بجداني لي با مال كاين كالبو كاين فالغون فالغونا جو كرو اي سون تري تري بون دوبتو او بان ماري دوكا انا درت لا كولور فيرت باسكو حنا درنا فيه لو بيستاش باش يبان عندكم باش تقدروا تكولوريوه لازمكم هادي هاهي ملون شوكولاتة سبيسيال شوكولا ما تشريوش او تخسر لكم سورتو البيضة صامتة في الكولورياج الوغ انا درت في الفير بيان سور وجيت درت لها سان غلاساج غورمون فادير دي هادو بيستاش كونكاسي هكدا خشان وهي من بعد شوف انا جي غلاسي تحبوا تزيدوا من فوق بيستاش انا جو تروف كو بلا بيستاش من فوق يا با ميو وحدها خير خليني نكملو جينا نقولو صح هكذا راكو تشوفوا ومن بعد نجيب حباتي اللي طيبناهم شوفوا خاطر ما يطولوش انا نخدم بلا فورشيت نتوما ممكن ما تعرفوا الطليه انا ننتهي قبل كي تصب فوق يدي شوي صان صب من فوق ويهبط هذاك الزيت وبعد نحطها في بلاصتها صبوا صبوا وانا نخليه شوفوا راه شاني دايره في الشوكولا دايره ريسيبيونس دجاج هاهي ودايره هذه اللي ندوب فيها الشوكولا باش درت باسكو البيضه صامتة حبيتش تسقط ما رجعنا الكعك هاد تاعنا اللي قلنا بالبيستاش ولا البيستاشيو كيما حبيتو انا درت له ان بتي ديكور منو فيه شوفوا غير شويه بزاف با اوبليجي تقدروا تخليوه غير هكذا شويه ماكري هاهو غير شويه هكذا غير شويه باغ اون بيل بريونس برك هذا مكان ومن بعد نتوما تحبوا تخليوها هكذا تحبوا ما ديروا له والو تحبوا تزيدوا له كيو دو غراساج دو بيستاش مي مو جو تروف كو كوم سا انا درت هنايا في بلاصه الورقه درت نص تاع البيستاش زعما بور دوني لامبريسيون بلي سي اون فاي و رابلي بلي سي دو بيستاش ها اوكي وما نقولكمش البنه واش بنينه ديليس انا نروح نكملهم و تشوفوهم في طاوله التقديم كيما تشوفوا رانا كملنا الوصفه تاعنا شوفوا لو ديكور كيفاش جانا شباب تري تري بو ديكور شوفوا والبنه ما نحكي لكمش ان ديليس ان شاء الله يا ربي الوصفه تكون عجبتكم وديروها تنسونيش دي لايك دي كومونتير بيان سور بارطاجي لا فيديو احبكم في الله